ياسين فضيلي ممثل طلبة الطب بكلية الطب والصيدلة بالرباط. طلبة الطب والصيدلة وطب أسنان بمختلفة فروع المملكة مجموعين هنا في وقفة وطنية دفاعا عن التكوين الطبي، فلا يعقل أن يتم رفع عدد من طلبة طلبة في كل مستوى بدون توسيع أرضية التدريب الاستشفائية. اليوم المطلب الأساسي هو الدفاع عن التكوين الطبي وبالأخص الجانب الاستشفائي. نطلب من مختلف الوزارات المعنية ومختلف الفاعلين في القطاع توسعة أرضية التدريب الاستشفائية وإدراج اللجنة الوطنية طلبة الطب وطب الأسنان في برمجة السلك الثالث للدراسات الطبية، اللي هو مطلب منذ سنوات وسنوات تطالب به اللجنة الوطنية. هذا الشيء كله داخل في إطار ديال تحسين تكوين الطبيب المغربي، اللي في الأخر راه هو اللي غادي يدعي به هذا المواطن والشعب المغربي. الرسالة موجهة للوزارتين المعنيتين هما وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي عندهم القدرة على توسعة أرضية التدريب الاستشفائية وتحسين تكوين طب طالب الطبيب اللي غيكون هو طبيب الغد. مرحبا. اذا كيف ما كتشوفوا معنا اليوم كنضموا هاد الوقفه الاحتجاجيه الوطنيه اللي حاضرين فيها جميع طلبه ديال الكليات ديال الطب والصيدله وطب الاسنان على المستوى الوطني، احتجاجا على مجموعه من القرارات الترقيعيه اللي كتقولها الوزارتين الوصيتين، وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي، في ظل الاكتضاد اللي كنعانيو منه حنايا كطلبه. اليوم التكوين ديال طالب ديال الصيدله وطالب ديال الطب وطب الاسنان في خطر، وهذا الخطر هذا ديال التكوين كيكون عنده نتائج وخيمه على المجتمع كامل. فمن هنا لقدام اي مواطن مغربي غادي يبغي يستافد من 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 واحد الطبيب ولا من واحد الصيدلي ولا واحد طبيب اسنان في المستشفى الجامعي او المستشفيات عامه، غادي يلقى واحد المشكل كبير. طلبة ما غاديش يكونوا مكونين مزيان، وفي ظل هذه المشاكل كامله كنتفاجئوا بلي الوزارتين الوصيتين قرروا انهم يزيدوا عدد كبير ديال الطلبه. فديجا حنايا في الظروف الحاليه عندنا صعوبات كبيره في التكوين، فاذا زدنا واحد العدد كبير هذا التكوين هذا فين غادي يمشي؟ لذلك فالرساله ديالنا حنايا كتنسيقيه وكمكاتب كنطلبوا من الوزارتين الوصيتين انهم يهتموا اولا بجوده التكوين، ويهتموا اولا بتوسيع ديال لي تيغان دو ستاج، وموراها قد تكون زياده، ولكن في هذه الساعه هذه اللي كنهضروا زياده جد صعبه جد صعبه، وهذا الشيء عنده نتائج وخيمه على المجتمع كامل وماشي غير على الطالب اللي كيتكون. السلام عليكم. اليوم تحت لواء اللجنه الوطنيه لطلبه الطب طب الاسنان والصيدله، كيف ما كتلاحظوا هنا كيتظاهروا طلبه ديال الطب طب الاسنان والصيدله اليوم تحت اللواء ديال اللجنه الوطنيه لطلبه الطب طب الاسنان والصيدله بالمغرب. كيف ما كتلاحظوا هنا امام البرلمان المغربي كيتظاهر الطلبه ديال الطب والصيدله وطب الاسنان تعبيرا عن غضبهم عن ما وصلنا اليه من اوضاع كارثيه متعلقه بالتكوين الطبي، خاصه على مستوى التدريب الاستشفائيه، حيث احنا كطلبه كنعاني من واحد الاكتضاض مهول، اكتضاض مهول اللي يقدر يسبب في واحد مجموعه من المشاكل المتعلقه بالتكوين ديال الطلبه. لذلك هنا بمظاهره سلميه كنعبروا على الغضب ديالنا، وكندعوا للوزارتين الوصيتين للحوار معنا كطلبه، تاخذنا بعين الاعتبار يعني في الحوارات ديالهم، على اساس اننا نلقاو واحد الحل باش نضمنوا جوده التكوين، لان الاهم والاساس هو يعني الصحه ديال المواطن، وان المواطن يتلقى احسن علاج ممكن. وشكرا. الاسم معكم اسماعيل بن جابر، ممثل طلبة الطب بطنجة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة. احنا اليوم كنناضلوا وكنطالبوا بتحسين ظروف التكوين وجوده التكوين اللي كنقراو فيها. حنايا كطلبه صيدله بفاس كنعاونوا وطلبه صيدله في حتى بالرباط والدار البيضاء كنعانيو من واحد المشكل كبير، اللي هو مشكل ديال الدروس التطبيقيه. ما كنلقاوش الماتيريال، ما كنلقاوش لي برودوي باش كنخدموا بهم، مع العلم انه الدروس التطبيقيه واحد الشق اللي هو مهم بزاف من التكوين ديالنا، مع العلم اننا الدفعه ديالنا فيها 40 طالب، فما بالك بالدفعات الجايين اللي غادي يكونوا فيهم زياده في عدد الطلبات، تقدر توصل حتى 70 طالب عندنا في بفاس. دونك لا يمكن اننا زعما ان نتحدثوا على زياده في عدد الطلبه دون تحسين الظروف اللي غادي يقراوا فيها هاد الطلبه. انا طالبه بسنه ثانيه ومده التكوين هي 6 سنوات دابا في الصيدله. لا كانت 6 سنوات. طلبه الطب هما اللي كانت 7 سنوات ولا 6 سنوات.
كنطالبوا بالسلطات المعنيه انهم يحسنوا جوده التكوين، يوفروا لنا الماتيريال، يوفروا لنا المعدات كاملين اللي نقدروا اللي كنا نحتاجوهم باش اننا نطلعوا بكفاءات عاليه ونقدروا نخدموا البلاد ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد.